السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه آه يوم دي بالله كفر الله دي بالله حلقة الله الحلقة عصر آه حتى زواجه بخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها آه زواج النبي صلى الله عليه وسلم من دي بقى نتاقيته النبي صلى الله عليه وسلم خديجة مدور هدايا وكفى هدايا وابن هدايا ومجرى جبل الله كان لسلف هدايته صلى الله عليه وسلم من الشامكم سال عقبالا النبي صلى الله عليه وسلم تجارتنا يا فاقر على بتجارتكم سال عقبالا توح بركة ايه رئيس ديبو ديبو أموالو ديبو أموالا وديبو ديب النبي صلى الله عليه وسلم و مولانا يا لقلام لنا يا معايا باكل على مثل النبي صلى الله عليه وسلم مسلقيسة بدوح عجات رأى رآه لأ جيم ولا لجيم على يعني طلال جب يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم وتون تدقيسه وقد كله جموج ومرأة ولا أمانته اللي كلكم سرقت خديجة رضي الله عنها راقبة ديبو وحتى من نما اللي جيسي منبو منوافق أنا من لديني اه ما على بي ورغبة بي رغبة مبيلتا لا السألة أه واستعداد ودا أنا ما مستعد أنا رغبة بيلا والنبي صلى الله عليه وسلم حدايا ودي أبوها عمرو بن أسد البردي أبو تحدد وخطبوا وخمس الخطبوا لخطبة تمل حتى أي تما حتى يعني حضراء رؤساء قريش بنو هاشم من وقلهم كلهم مطوا وعسر بكرة لبلو صداق لنايا على اسس بكرت عليا ولا العقد ولا خطبة لا دايرة هداية لتقبي اللي أبوه أبو طالب واللوي على فرب حمده ورب عند حمده وأثنى عليه وذكر شرف النسب وفضل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر كلمة العقد بين وبين الصداق كما كما تدعينا لقبي وروكم عادكم سلمات تاعد تعد من للحد ولا عادكم من حد لنا ولا مولاد لقديم للصلو وشرف حيدة امرو ولا فتحهم ولا صداقهم ولا مهروم لو لكل اللي كل سما واللي سما والعقد واللي كله ابو طالب بينا ولا اللي ودا اللي ابوه اللي أبوه ابو طالبته أم شامكم سنة عبالات قلو كله وقلو اللي هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمره 25 سنة على وخديجة رضي الله عنها 40 سنة على وقيلة 28 وبدير قدميه هديت على أن خديجة رضي الله عنها ديب أورو عتيق بن عائذ المخدوم من الاتبهل قلو موتمنا حقوهما هي هديت أورو أبو هالة التميمي الاتبهل دي تهديت واللي أورو حتى حد حتى قامنا موتا هاي تهديت وكبار ورؤساء وزعماء وواجهات قريش حدوى لكن أبيت على سكمة النبي صلى الله عليه وسلم رب بأكرم يا وحياة سعيدة كم سليه لا يعرض حياة سعدة أبو والنبي صلى الله عليه وسلم دب بحياة ده ليت بياتي ديبا وكل ولاده من خديجة علو من بل إبراهيم من ماريا القبطية على ولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من آه خديجه آه ام المؤمنين رضي الله عنها بنت خويلد منهم عنه. من المؤلف رحمه الله آه زواجه بخديجه ورات خديجه من الامانه والبركه ما يبهر القلوب وقص عليها ميسره ما راى في النبي صلى الله عليه وسلم من كرم الشمائل وعذوبه الخلال. يقال وبعض الخوارق يعني حاجات خارقه للعاده مثل تذليل الملكين له في الحر فشعرت خديجة بنبل بغيتها فيه فأرسلت إليه إحدى صديقاتها تبدي رقبتها في الزواج به وردي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكلم أعمامه فخطبوها له إلى عمها عمرو بن أسد فزوجها عمها بالنبي صلى الله عليه وسلم في محضر من بني هاشم ورؤساء قريش على صداق قدره عشرون بكرة وقيل ستة بكرات وكان الذي ألقى خطبة النكاح هو عمه أبو طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر شرف النصب وفضل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر كلمة العقد وبين الصداق آه تم هذا الزواج بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الشام بالشهرين وأيام وكان عمره إذ ذاك خمسة وعشرون سنة أما خديجة فالأشهر نسنها كانت أربعين سنة وقيل ثمانية وعشرين سنة وقيل غير ذلك وكانت أولا متزوجة بعتيق بن عائد المخزومي فمات عنها فتزوجها أبو هالة التميمي فمات عنها أيضا بعد أن ترك له منها ولدا ثم حارس على زواجها كبار رؤساء قريش فأبت حتى رقبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجت به فساعدت به سعاده يقبط عليها يقبطها او او يقبط عليها الاولون والاخرون وهي اول زوجاته اول ازواجه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت لم يتزوج عليها غيرها حتى حتى ماتت وكل اولاده صلى الله عليه وسلم منها الا ابراهيم فانه من ماريا القبطية أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة هما القاسم ثم زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم عبد الله وقيل غير ذلك في عددهم وترتيبهم وقد مات البنون كلهم سقارا يعني عبد الله وأبو القاسم أما البنات فقد أدركنا كلهن زمن النبوة أما البنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة أربع بنات وولدين فقد أدركنا كلهن زمن النبوة فأسلمنا وهاجرنا ثم توفاهن الموت قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها فإنها عاشت بعده صلى الله عليه وسلم ستة أشهر هذه زيادة وسكتة ولاده منتم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا من قبي القاسم وزينب ورقية أم كلثوم وفاطمة وعبد الله كلهم لا ولاده وكلهم لو ليهم موتوا عبد الله وابو و و و و القاسم والأوالد كلن سكنوا نبوة مطو سك ما رسولا قبي النبي صلى الله عليه وسلم رسالة مطو بس مطوه عليا وكلا قدم ما بعثت موتايا الا فاطمه عفوا قدم يوم موتايا كلا اولا للنبوة حدرياها واسلميا لسلس موتايا من كلثوم ورقيه وزينب قدم النبي صلى الله عليه وسلم بحياته دلا موتايا وفاطمه قر النبي صلى الله عليه وسلم ابسس وارح وفيت هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته